انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لتغيير نظام الثانوية العامة وتخفيف المواد الدراسية. هنشوف في الفيديو ده هل التغيير ده صحيح ولا لا، وده من وزارة التربية والتعليم. طبعا انتشر ان شعبة العلوم هتبقى اللغة العربية واللغة الأجنبية الثانية والأحياء والكيمياء والفيزياء، والمجموع هيبقى من 320. اما الرياضيات هتبقى اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى الإنجليزي، والرياضيات والكيمياء والفيزياء والمجموع هيبقى من 320 برضو. اما الشعبة الأدبية هتبقى اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والتاريخ والجغرافيا والأحصاء. يعني باختصار تم إلغاء في شعبة العلوم اللغة الأجنبية الأولى اللي هي الثانية الفرنساوي، ولغوا في الرياضة الفرنساوي والرياضة التطبيقية، ولغوا في الشعبة الأدبية علم النفس والفلسفة والمنطق. دي المواد اللي تم إلغاها واللي منتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي. طب الحقيقة إيه؟ الحقيقة هتعرفها دلوقتي. الكلام ده يا جماعة غير صحيح بالمرة. انت بتقول إيه يا مستر؟ أيوة غير صحيح بالمرة، لسبب أو لعدة أسباب. هقولها لك دلوقتي بالتفصيل، وركز معايا كده في الأسباب اللي على أساسها بنقول. أول حاجة إن الدستور بتاعنا ما يجوز إلغاء مادة أو إضافة مادة في الثانوية العامة غير بقرار تشريعي من مجلس الشعب، ومجلس الشعب ما اجتمعش. رقم 2، دي مجرد اقتراحات ومواد مسربة بيشوفوا رأي الشعب فيه. رقم 3، ودي المهمة، لا يجوز إلغاء أي مادة أجنبية. يعني الفرنساوي يا جماعة دي أساسا دي مادة أجنبية، لغة أجنبية تانية، وما نقدرش نلغيها لأن دي اتفاقات دولية، احنا اتفقنا مع دولة فرنسا ان احنا ندرس الفرنساوي. وفي الآخر وزارة التربية والتعليم قالت نرجو من السادة المعلمين والطلاب وكل المهتمين بالتعليم عدم نشر هذه البيانات او الاحصائيات او الورق المسرب بخصوص الثانوية العامة. ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة، متابعين كل حاجة بلحظة بلحظة على قناتكم التعليمية مستر مانول. الخبر الصحيح دايما معانا.